خالتي السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. كما قلت لكم في الفيديو الاخرانيه تاع قصيده قرشاني غنم، اليوم جيتكم بفيديو جديده تتكلم على الموسيقى الجزائريه بصفه عامه، وخاصه من بعد كما نشوفوا الموسيقى الشعبيه. قبل ما نحكوا على الموسيقى الشعبيه الجزائري، ولابد لازم نتكلموا على الموسيقى الأم، وهي الموسيقى الكلاسيكية الجزائرية المعروفة باسم الأندلسية. هي إرث تراثي طويل من بغداد إلى قرطبة، ومن قرطبة إلى غرناطة، ومن غرناطة إلى المدن الجزائرية تلمسان، الجزائر العاصمة، وقسنطينة. تم استيعاب هذه الموسيقى وشخصيتها بشكل مثالي منذ فترة ارتداد المسلمين البربر والعرب من إسبانيا من القرن الثالث عشر إلى بداية القرن السابع عشر. ومنذ هذه الفترة كان تأثر هذه الموسيقى على المناطق المجاورة، كما سنرى بشهادات المختصين والكتب اللي تتكلم على هذا الموضوع. ونشوفوا باللي حتى يعني هذه الموسيقى تؤثر أيضا على الموسيقى الغربية المعاصرة، ولا سيما على الأعمال اللي دارها كما شوفوا هذه الصورة كامي سان سريان بعد اتصالاته بالموسيقيين الجزائريين، وخاصة محمد سفنجة رحمه الله. شكون هذا كامي سان سريان؟ هو موسيقار فرنسي، ولد في عام 1835 وتوفي في الجزائر العاصمة في 16 ديسمبر 1921. هذا الموسيقار الكبير كتب 12 أوبرا، والمشهورة هي سامسون إيداليلا، كاين اللي بزاف اللي يعرفوها، في عام 1877. هذا كانت عنده اتصالات مع كما كنا نقولوا محمد سفنجة رحمه الله، ونخلي لكم الرابط تحت الفيديو اللي حب يزيد يتحقق. محمد سفنجة رحمه الله المولود في الجزائر العاصمة عام 1848 وتوفي في الجزائر العاصمة عام 1908، كان له أول تسجيل عام 1901 اللي هو زاراني محبوب قلبي، ولا راكم تسمعوا فيه في هذا الفيديو. ولهذا كانوا يتصلوا به الأخصائيين في هذاك الوقت، يعني عام 1902-1903، كانوا يتصلوا به باش يعطيهم المعلومات حول الموسيقى الجزائرية في هذاك الوقت. وهو اللي عاون مع موسيقاريين يافيل إسيرور، عاونوا الموسيقار جول هواني اللي دار كتاب في عام 1904، واللي هو مازال ليومنا هذا مرجع إلى الموسيقى الكلاسيكية. ساعد أيضا محمد سفنجة يافيل، الموسيقار يافيل، في تجميع كل نصوص الحان في كتاب نشر عام 1904 كما كنا نقوله، وهو أحد أكثر المصادر الموثوقة للقصائد المغنية. وفي هذا الكتاب يعتبر هذا الموسيقار أنه سيد الموسيقى الأندلسية. معليش خوتي سعفوني ما طولش عليكم، هيا فيت في برك نشوفوا زوج كتابات هادوما، لو فواياج ان اشوفي تاع جوال بون ميزون ولافريكون ميوزيك، ومن بعد نخليكم مع شهادات المختصين على تأثير الموسيقى الجزائرية على البلدان الجوار. لازم مقدمة قبل ما نحكوا الموسيقى الشعبي. في الكتاب هذايا تاع الفواياج ان اشوفي نشوفوا مقال اللي كتبوا عبد القادر كيتوني، وهو مروكي على كل حال، اللي يهضر على لا بينيتراسيون كولتوريل اترونجير دون لو نور است ماروكان، يعني كيفاش من اثر على المروك في
بعض المجالات. نشوفوا لهنايا المجالات اللي أثرت الجزائر على المغرب. فهاد المقال الكاتب يذكر لي زانفلونس دو لاجيري، يعني تأثير الجزائر على المغرب من ناحية اللباس التقليدي الجزائري. يقول لك بلي لو كوستيم تراديسيونيل دو لا ريجيون دو وجدة سي اوريشي بار لي زابور فوني دو تلمسان، يعني اللباس التقليدي التلمساني أثر على اللباس تاع المغرب. نشوفوا كذلك التأثير من ناحية المأكولات، وخاصة لي باتيسري والمأكولات كما الكسكس وما يشبه كانوا يأتوهم تعنيك من تلمسان ومطرومة. وثالثا يتكلم على تأثير الجزائر من ناحية الرقص التقليدي الجزائري والموسيقى الجزائرية، وخاصة موسيقى العلاوي الأندلسي والغرناطي. ثالثا أغنية الراي كما كاع على بالكم أنها أغنية جزائرية اللي انتشرت في العالم كله. اليوم نهضر غير على الشعبي، الفيديو الجاي إن شاء الله نتكلم على التأثير من ناحية اللباس ومن ناحية المأكولات وما يشبه. نخليكم دوكا على شهادة المختصين في هذا المجال. بصحتكم أخوتي. تسمية الطرب الغرناطي يعني هي مستحدثة في المغرب، وأنه معروف في المغرب بالجزيري أو الجزائري، يعني أصل التسمية. دائما يطرح هذا الإشكال، ماذا نسمي هذا التراث؟ تسمية هذا التراث بجزيري هو ناتج عن تأثير الجزائر في المغرب، في تأثير الجزائر في المغرب من خلال بعض المعلمين الذين كانوا يتوافدون على المغرب، وخصوصا من تلمسان. مثلا يمكن ان نستحضر هنا علما وهو محمد بن غبريط، قدم الى المغرب في العقد الثالث 1923 24 25 واسس مدرسه لتعليم الطرب الغرناطي في الوالد ومع خوي، وانا ديك الساعه مازال في المدرسه، مازال صغير، مازال عليا 11 سنه. جا الاستقلال، الوالد ديك الساعه مشهور الا في العراسات، كانوا غير العراسات، ما كانش شي حاجه اخرى، ما كانش لا مسرحات لا والو. أسسوا الفرقة النادي الثقافي في البطحة، الناس كيسمعوا الخير على الفرقة د الوليد، ما نعقلش على المسؤولين اللي كانوا ديك الساعة. جاو عند الوليد رحمه الله قالوا له بغيناك تكون الجوق الرسمي ديالنا في النادي الثقافي د البطحة، وهو النادي الثقافي د البطحة هو الأول يمكن إذا في المغرب. الوليد كان كيدير الشقوري، كان كيدير الشعبي، كان كيدير المرصاوي، كان كيغني محمد عبد الوهاب. هذيك الساحة الشعبي ما كانش في المغرب، كانت العيطة. مي الشعبي اللي كنقولوا الشعبي ما كانش، كانوا التويشيات غنيوات اللي كيجيو من الجزائر ومن تونس افيك لي زارونجمون ديالنا، بحال اللي دار رحمه الله سليم الهلالي وسامي المغربي وداك الشيء، حنا كنا كنترونسفورمو كنردوهم شعبي مغربي. هذاك هو الشعبي اللي كان، ما كانش الشعبي اللي كاين اليوم. حافظوا القصيدة الفلانية، راه عاد جاب مهران ولا جاب تلمسان ولا هذا، خصك تعرض له وتجيبه للدار وتعمل له العرضه وتجلسه وتاكله وتشربه وتسكنه، لا يكون يعطيك الكلام ويدور معاك القصيده. الوليد مع
شحال يعني اللي كانوا المهمين ديال الجزائر جاوا عندنا الفاس والوليد ولي عرض عليهم عبد الكريم داني حيث باش تعلم ما كاين حتى شي مويا ما كاين لا في الراديو ولا والو خصك هذاك اللي حافظ القصيده ولا اللي كتب القصيده تعرض عليه وتعمل له سيدي ومولاي باش اللي يكون يهديه الله في ثلاثه ولا في اربعه الصباح عاد يقول لك واجي يلا واجي حدايا ولا جلس حدايا انا غنعطيك صافي غنعطيك الكادو ديالي هذاك الكادو حابني جلسنا في باريس مع مصطفى السكندراني ولا مع عبد الغني بالقايد اللي كان لوبيغا دالجي ورينا لهم الفن ديالنا ورينا لهم اش كان سواو في الفن اللي ديالهم هو في الاصل في الفن اللي ديالهم هو في الاصل ورينا لهم احنا شحال الشيخات ما كانش الشعبي شكون اللي كان يغني الشعبي رحمه الله الاول اللي بدا في الشعبي هو حسين السلاوي راسي وما داز عليك وباقي صافي شكون اللي كان في الشعبي كان شي شعبي ما كانش الشعبي في المغرب كانوا البريولات غنيوات دي 3 مينوت 4 مينوت ملحنين يهود مغاربه وجزائريين وكانوا كيجيو من الجزائر داك الاغاني كيجيو المغرب بحال دور بها الشيباني ولا بحال هلا الليل لي ولا كانش الشعبي ما كانش يا حبابي قولوا هذا الكلام تربطي لا تخلطوش في الدنيا من يكون خادع كل عشرة بحبيبك خودها تجري لا تدير الشركة بحلي يكون خادع الرزق والآجل من عند الكريم تولي في البدن والدرية عبد ما Le maître du Chaabi c'était الحاج محمد العنقا dont voici le fils الهادي العنقا j'aimerais bien qu'on fasse une ovation هو الأساس سيرتو دون لاجيروا هذا لازمنا نتهلاو فيه قد ما نقدروا على خاطر هذا آثار وثقافة وعنده تاريخ كبير نقول على المكنسية يعني بعد ذكر الأغاني الناجحة نتاع الحاج محمد العنقا مثل الباز والحمام والمكنسية وضيف الله إلى آخره نقول واش عند العار عيب كشفة يا أهل المكناس يا سخاف درتوها مرتبة وحرفة نكران الخير والصناف درتوها مرتبة وحرفة أنكرت الخير والصناف سمتكم ما سوات علفة في سوق السوبيان درتوها مرتبة وحرفة في سوق السبت والجياف الشعبي في القصبة واش نقول لك انا الشعبي هدايا هو في اصله زمان قبل ما يسمى الشعبي كانوا يقولوا الجد كانوا يقولوا الجد او المدح
يعني هذا هو هكذا يقول. وكانوا ما يقولوش مغني ولا كانوا يقولوا لهم المداحين. نعم. وهو بنفسه الشيخ الله يرحمه كانوا يقولوا له محمد المداح. الله الله. وكاين حتى ديوانات اللي مكتوب فيهم محمد المداح. عمل جاك مضي ومزاد عمل جاك مضي ومزاد يمشي فرحان زايد عبد الغفور سبحان من بهاء على كل نور حالو كريم وعطاها وصفا من خلط الوسواس قلبي دفع صلوا على المخطر وزيد الملاح نجمد جاع عزاز. قعدوا من قدام مصطفى النظر حتى وليت في اخر يوم رمضان شد الميزان مع مصطفى النظر. مصطفى النظر هو صيدي تزيري وكان عاشر عندهم جنان في بوز الريعة وعندهم مواليه وفاملية قوية عنده فاملية في الجزائر ولاد عمو راهم بزاف عنده ولاد عمو في الجزائر وعنده ولاد عمو في تونس. هو على سماوه الناظور هو مش الناظور كان يخدم عند الحرار اما لا يجي المعلم يقول لهم يقول له انظر انظر مصطفى انظر انظر يروح ينظر الخدامين يشوف واش خدموا باش سما الناظور. حاجة العنقه ملي كان دراري هو معاه يتبع فيه ماشي حتى بدا ملي كان هو يجي يتبع فيه يجي للدار يفدلو من بعد يدخل ملي كان صغير ومن بعد يجي يخدم ليالي هو اللي يفدلو الوطن نتاعو بس ما كانش يبدا يتعلم هكذاك حتى رجع رفد الصنعة من بعد رجع هو يضرب معاه دربوك دخل في الجوق نتاعو دخل ودربوك بابك هو كانت ما كانش قطعت شيخي ظهر افريقيا الشماليه المرحوم الناظر هو سبب الحمام اللي والد خويا الهادي الموندول آلة الموندول من ابداع الشيخ الحاج محمد العنقا ولوتيي بليدو ايه كيفاش جاتو الشيخ هذه الفكره باش يبدع لنا آلة جديده جزائريه. انا نظن باللي كان يحوس على آلة اللي تناسب الحلق ديالو الصوت تاعو. نعم. خاطر شاف باللي زمان قبل الموندول هذه كانت لا دومي موندول وفيها لي دوزيام ولي دوزيام على بالك سي دي سون ايغو تمد دي سون ايغو ما كانش تناسب وهو لا فوا ديالو كانت ترخمت كما يقولوا ترخمت جاتو هذه الفكره راح لعند بيليدو بيليدو فهموا مليح 42 45. آلة الموندول هي آلة موسيقية جزائرية تستخدم هذه الآلة في الطرب الشعبي يعني هذا الطبع من طبع الأغنية الجزائرية وهي الأغنية الشعبية والعازف العازف على هذه الآلة هو المطرب أو المغني اللي يعزف على الآلة هذه ويغني. راح الغالي راح والجمرة مباح راح الغالي راح والدبرة مو معاه خلاني نسأل الغالي ونفكر وين لقاه خلاني نبكي ومحير ونفكر وين لقاه Thank you.
أن نسلم الليلة الوسام الذهبي للأستاذ الشيخ محمد العنقة على خدماته المستمرة في سبيل الفن الشعبي الجزائري.